يا الخالات نتصمد مشارع ويناي الصباح وما مش تسنم بانه الريح نربحها سفاجة وغاد خزام وهندي ربحة سفاجة سويني قاوم يمزران غعيزن أزول خاوم ومرحبا بكم أكيد نغ ذي ثادوسي ذي مشا إذا هم يتوين أتصل وصفات وأتصل اللي شاف وتورم أتصل مناظر يكنيو غي سفاجان سويني وخوم تكتاري غشا أنا حمارة بركي قد قصي تصمد وأنا حنزا غيزلان ميدا نغسوج نهارا يلا هما كيدي تمدينة انتازات جيج تمدينة تقديم تجانا ذي القبلة نفاسة تبعد خاص 100 كيلومتر ثق المركز إنجار الشرق در غرب من المغرب أموخ ثقا المركز نمصواد إنجار المغرب دع الريف 37 كيلومتر مربع منايا يويد تمدينة انتازات جيجوم شان إتهم من أفنديس إمارزوثن تجا تندين تنزا خيذورارا أموخ توسنس وطاس يغبورا يريديس ميني قان 125 نركهف إج وين ديسني توسن إفرين وطو نيو سعنس وارفين و 178 متر ذرعوم قونس 171 متر ذي فرين شيقار ني قوس عونس 3765 متر ذرعرونس 146 متر توسن تازا سلمسجد الأعظم مخصص قاني مزدغن مدينته قانا سراء المسجد الكبير نيغ الجامع مغانا ايثما سويثما مرحبا بكم ومع النغني اقان غعودنا اك غزلان يجيسن النظا تقطص انت مسايين نغ في زمار قطص شنان ذي قيار نسنني ونهارا ثوسد هذا نغتاوي إجي الوصفة تيري وانتث أصلا في متناول الجميع وكما غيزلان مرحبا بك ما مش جيد بارك الله قاش مليح الحمد لله شو جذب مربطو تقفضل مربطة قفضل ميتا نغت قل نهارا ميتا مغيني الوصفايا حزينة شوي حزينة الوصفايا نتقيت قيت صدقة أولا وسنين تقيت الجمعة ضروري نهار الجمعة جوانيتين جوان خوضات مهم غانا سكسو نتقيت قيت صدقة تقيت نهار الجمعة إيش المناسبة نضني تقنت مثلا تقنتي العائلة العائلة تكورة أيوة تقنتي فاميلي جراس نواها إيوار خو وضعبي عمدا إن شاء الله نصر خارغة نرقى سكسو عمر بدا دي مارين مارا سنن ما مشا قنع الفوان أنا قرخو شوي نزيت سكسو هو في شان تمغار وات سيناتك سكسو وأصلا سكسو انت ديج الوجبة تهوان بغيت تننا مين بانين يا مني عاود زين ساعتني غلا طريت لنا طريت لنا مرابو دا كازي جهاد كازي جهاد غدا الصراحه سكسويا الصباح يفسوس مراوي زما بلاد ما ديش تجيني تقنع الريجيم اي والله يرحم الوالدين اغي رخصات يعني هو نوتي شي حاجه دعاء سكسو النار خون كاس شويه نزت رخوة احنا قاعدين فوا اثنين ماكسيمو اثنين من اكثر ثيمان على حسب ما مش تخسم وسكسويا نهارا نهارا وثن تكشان الخوضة نيغ تسفف نهارا مين يعني سكسوي غنق سوغي سوغي وخار خو ان موتي الحواج ردهن ايه هانك دهان ما شاد دهان ما تقدر غنقاني غو مزوى لا خو قاعدين فوا اما وسنين انا كشويه ندهن ميمي زعما صغات قد ميمي زعما الدهن ني غنستقي ايوا الدهن تي شاس المذاق ايتيش جن بيستا ويتيش جن البريو يعني جل جمالي سكسو نيني
صافي واخر خون موتي هذه راح نتوما خير خضان شاد نقبه غيزان غيماني انت منينا ان شاء الله امر بدا ممش سنو مم خذوك نوجهك الفقره من المختص للتغذيه اذا غيسيولن سكسو تخساش تخساش دوغي اغمد نعقب كيف ما سويتمان دور تغوم وستي مغ أتاف تسلم وتكتسبهم أتصل المعلومات أك مختص دي التغذية سيغتو خساشت أرخثو أن دور غوتش مادن غيزلان سكسو الناس أنخزا ماني غنهوض بالوصفايا ذي مامش غذفغا ونقا غيزلان سكسو يفوا يفوا ثيمان ذا ثيمان أن نبدأ رصاص بسم الله غام ريحمة اش معاونا غنيغ يحمى شوي اودا متفغش مكب سكسو النغ يوجد رخو ادسنك شوية ندهن واه الدهن زعما النهله ما يعني ما ثقيت هذه فسي شويه لا غايا مو لا قايح ما هذه فسي وحده قايفه سنين وافسي قلت ني مقا استعمل وانيتا لا وازمع الزري ديال الحداقه قد نومغ نهارا نكاسكسو السخساش ما مشت وريغ سيرتو ديال الاوينه يدي نجرخثو اتصني وذن دور نستعمل نتا خساشت لا خساشت اكسكسو نوغي ضروري يعني واتقن سكسو يمني برياغي وحتى تقنت حتى دي سكسو يعني دي تجي در خوضة يعني استعمالت يعني الخصوص دور تخساشت مستهلكة سوطس مستهلكة لأنها موجودة ربدا قد قي السوق عاوتاني ذا قس شين منافع شنين قاون السن بول منافع لا منايا نزريتك الفقرة المختصة للتغذية يسيولا نخل فوائد الناس واه رخو كسكسو الناقات أخس نصاص تخساش 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 على حسب شحال تخسم على حسب شحال ميودان شحال رخو كسكسو عقا يوجد ومي عنكمل أخس نفارغ أغي ومم جوم ثنا بعدا غزلان بانه الدهن تيش جنبريو يسكسو يعني وي تقرا المذاق المذاق التاريت يصبح بسم الله يعني تقمغ دروس توهان هات السويا مكسكسو ديني عاوز سكسو تقن سوغيا سمام على حسب واني سايكوك سايكوك ايه نيوزان نشنيني مغربيين معروفين السكسو سكسو أقل السكسو الناقة يوجد سكسو يوجد ذا خصاش تنسى قدا ذا خصاش تاقص أطاس مسرايين مسرايين بودا تقدامو تعسر يعني معسلة السكسو ذا عاود داقص الخوضة طاح أكيد استخصات وجاني وذا النيضة تعجب أسن تفضل تعجب أسن المسمن المسمن يا عمّا واه يطاح أكيد سن خيزو يتعجب أي خيزو شان مرة تتيري والو خيزو تقغاص مخصات أصلا تكولور نزل مدى قنص أو تحسن زاقز بلين تاني غواجيبون تا صافي وات التنت وخاو سن تعجب لخصاية جي شين حاج تنضني مشاكل المسمن صافي عدو يطاح يعدو مشان انت أصلا تخساش تفتوتوك قمم يعني تميزيت غاوني واي خصناتيش والله العظيم غاوني واي خصناتيش وبرمن السيورة ناني عاد نهار عاد خل منافع غاز واصلا تسوسخ المعدة والصباح تسوسة بعد دغيا اتنك حتى دي تودرينا يعني واجبوش نمشي دي نغطغيا وينا الوقت الطص دغيا مثلا جفت نتقيد قوامان ياش تخسات قانش قامين دوم غيني قار بدا قار خذو من كتر ما غاري تسند الطصل اللي شاف خاوض يعني من ما تبغينا تسند مسرعين
وفريمو كتشف كيس نتصل مشات واتصل العدد التقاليدنا واتصل منتوجاتي غنغداني تاع الحمد لله الحمد لله زوين يدور تخوض وجات خصاش شي غادي يخاوض تجفت يعني ممشني غاجينا انا ومتقيت كامل يعني الطريقه نفسها جبتني عاود دخسات دخسات بودا تفوض بودا تقدقى ومن على حسب تفوى يعني تفوى كنت قوامان اتفوني اتقد قوامان كيف 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 اتقد سكسوس النج اماني كي جانس وداي اتقد يكسو نحسين واه ماشا انت دغيت دغيت قنشي انتهي دغيت تكسب يعني وجبوت نجار غاي فوا لا لا اتقمام من يبد الكولور النس اتقمام من هم غاي خسناتيش اتمنى غاي خفنس وشو تنكس المعلومات الصباح تشكاخش مسوطة ساغيز عفو بارك الله فيهم زعما الصراحه بدات ويدان في مسرين جن جديد وفي مسرين مشات يجن في متناول الجميع نتقيت نديتو درينا بوركي غيزلان كومون تتمثل تمغات تمازيغت تمازيغت نختاري فشت تاويا نغت تمسرين يجان اصلا قطعهم دي هودرين نوم يعني منكم وإليكم طبيعة الحال أتقدم غيزلان شكرا نطاس شكرا مرحبا الطاقم التقني تكاري كني ومرحبا بكم مربي ما تخص ما تسمي النظا مرحبا ودناس غص غثدة تغص من مرحبا بكم شكرا نطاس غيزلان ماشا قاعد ونكمرشا ربدان تغيما كل منتوج يجان سي ورخص انت ذل المنتوج الرئيسي غانو ذي تخرجت النهارة مين تعنا؟ تخسشت ونخزا تخسشت سيجن طريقة نغني معسلة أكوت ما تنغيزلان أبقى سغوشت نعقب إن شاء الله من يستكى من يستكى تغنجاش تبارك الله عليك بصحتك شكرا بصحة وراحة السلام عليكم المتتبعين غنيغ المتفرجين ماني ملان سواء داخل نغ خارج نتمنى ان شاء الله هاتي اللي تستفاد مكين غدي الحلقة يكون من القاد النصائح لو منتش فيما يخص التغذية نهار ان شاء الله قنسي ورخيج المكوين ذا سبحان الطاس ربما بعض العائلات وتستعملين شاية الطاس دي كوزينة لان غاسي جنفيد الطبق رانت خصحة على وهو تخسشت القرع ديني عدة انواع تخسشت دين تخسشت تزيزة وتديس الانواع ديس نتقوضات ديش التزيرات وديني عود تاني القرع الاحمر او ما يسمى باليقطين القرع زقاق يعني انت انه غاسي جن قيمة الطمقران تطاس المكونات الغذائية يديس غاس هو جن مصدر الفيتامينات ضمقران وكذلك جن مصدر الأملاح المعدنية غني زي الحديد وغني زي الفيتامينات وبالخصوص فيتامين سي يعني انه غاس جن فائدة تعود خصحان الطمقران وغاس جن اثار ضمقران ذي تنشيط الجهاز المناعي وكذلك الجلد غاس يجن فايدة الطمقرنت مباشرة للحفاظ على الجلد وكذلك الشيخوخة لأن ذي الزيوت مش نسنا غاس العلفاني ما راكن يعقيني خمين تتقليس الزيوت مهمة جدا ذي الفيتامين أو يعني تقاوم الشيخوخة وتقاوم الأمراض وكذلك بالنسبة تنفع الكوليسترول وتنفع الجهاز المناعي العصبي الجهاز العصبي ككل غاسي شن فائدة الطمقران وحتى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوصى خاص باش نتناول اليقطين نظرا لأهمية النس ذي الفائدة النس خل الجسم وتخصا تنصح انه زيس نتكتر الطاس يعني ذيني تستعمل الطرق ذيني غنغ الاطباق ربما انا ونسمو مش تغنستعمل ذيني الطرق انه نستعمليت طرح قفران طرح دلابيوغي على شكل لاسوب ذيني عود تاني ماشي ضروري حمان قد كسكسون خوغين كسكسو زوغي ذيني الطرق النغني هذه هي تصنع الطرق للطهي
وسيسات تركز أنه قرخص نحاول أن نسقعد زي الاستهلاك النس لنظرا للأهمية القيمة الغذائية يدو عدا خل فايد خل جسم الإنسان. ونتمنى تيلي تستفد مكينة زي الحلقة يوثونيتي فيما يخص القرع الأحمر نغلي يقتين ساخساش تزقاخ. والسلام عليكم. أيث ما سويف ما عندو ورد غاوم ممش زري ما تجينا وتش ما غيزلان تقانا حندوة والداري غعاول بكي تحش خافي تخساشت أكسكسو رخصو أنزا تخساشت معسلة ومن أيام مرة أتضفع من خطوة المراحل إغاتب وتش ما غيزلان وتش ما غيزلان بسم الله هنبدا بسم الله مواسقان تخساشت أما كنا تخساش تخساش ناق قبل نفواريت نيغ أكيد سوا ما نتقى أكيد شوية المجاح من بعد ما نكمل هتنجبد هتنجى تصمت شوية بوركي مرض قيم الحما هذا نيعجن لك قوسل قوسل رخوة نقص لقصة يتعمو تكساس لقشوينس المهم تاث خمين غتيري تخساش تخمين غتيري تقمو قمان يخسم مشتنا غزلان أتيري أتكسم تطفيخ في النص دوا وجي أرغت بوركين تاث أصلا ترقاقت دغيت لنا أتنك شويت الزجت قت لنا نيغ تقغ دروس وا دروس وا نيغ أتقد هنحسن من الأحسن ارخو انا كشويت مزهى بسم الله ضروري مزهر واه تيشاس اجن المذاق صباح مش حال ما جيت الطفيخ في النس حسن حنا دابا نخط الطفيخ في النس دي عاودي تغي مارا المنافع النس تاني الداني اناني قادش ملي كيب طب انا كده خساتش النار خو القص ذعذر ذعذر اخسناني شوية السوكا سكر قلاصين سكر حاين سكر كيف كيف مين غامي وجد قيدات دات كيف سوكا يحيني سوكا سنيدة سكر سنيدة أنا كشوية السوكا عاود السكر يتغي مع اختياري على حسب يعني وجبه بضرر مرأي تعجي بس بنادم شن حاجة ديان والسوكا مراشي جنت يهريش هذه سنقص زي السوكا نهرة مش القرفة ضرورية ايوا القرفة ضروري ضروري مرة عاود القرفة كمر والحايشي معليش كيف 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 واه كيف كيف رخوات نحار شويت رخوات نحار شويت لخصاش لنا في مسير بدا يخصص شوي شويت شويت باش بحار قسكان نيغ عاود اجن حاجة النظنيغ ديني وذان تقنا كيدس شوية منسيمات أم سكفاني عاود تقنا كيدس شوية نزبيب نيغ شوية جوز نيغ من ما تخسر من ما تخسر شنين ديا ثانيتين اقتصادية واه في متناول الجميع اقتصادية مش ربدا تقنا كيبدا نغاص نشيب ساكن اقتصادية صباح دفسوس تصاصد مقبلك شن حاجات يعني قبر نغواني مشا بودا تجد كتي ساع تان كارو اتجد تان كارو بودا تجد مقبلة نغمزارو مش حقا ماكسيمو زي ما شخص نسخسي ستة سبعة دقائق ربدا تحارش ياك حمودة تنحارق ايه وميداك السكر
هالسكواه رقافات انت تبعد اصلا فسوس. رخو على الحال، رخو على الحال اتوجد. بركي اصلا ما مشت ورا من رذ الجو فيمسي شويه ناريح. رخو هذا اللي مشت تبصي برا الخصب، كلشي موجود. ما مشت نيد خو اغيزلان انه يخصنا نستنى 7 مينوت صافي، يعني نيد الجهد. ايوا صافي، قضيت لنا قديجا قدوه واخا ايت مسويت ما انصب شويه شغل ندور حندا اتزام طبق نغ انكارو. نذبر دغوم حندا اتزام ثخسشت ياش تنين تا امن بركي نيش زقوات جيناش تبقاري غريس وغيزلان تقاري اهو يا مقاتا تخسشت نش مشيتو غادا سقا جفت. المهم نخذو حندا اتزام ثخسشت مع السلا اواري شم غيزلان نغسي ولا نخ طبق طبق قطواري مزوقت شوية تس قاويت ونعسلي انتهلا داقس انتهلا داقس اكثر خويا وجد عاد قاص غات الشمره نظن غاقس شي بقى من غايس منيش عاد قاص. بسم الله بركي جاري داك يوم مش اصلا ودي التعجيب قاعن نيش تعجيبي تعفاي. بالنسبه للتزيين تخصم اخو شنو ذاني تا غزلان ديك قاويت وعلى حسب على حسب الاختيار نوم اي تغيما على حسب الامكانيات نوم تجوز يا تخصش تعاود شويه الزبيب شويه تجوز على حسب تقعد عاود شويه النكهه الفانيل غاش نحش نضني تخصم كنيو بصحة والعافية. غزلان تقضي خشم مسوطس شكرا. نضحش الحمد لله تقصص غرابين نبدا نضحك. شكرا الطاس بارك الله فيك فحق سوطاس ومي كي ناخذ حظاظ بارك الله فيك توعد الخشم انه تقصخ حنا ولا ما يتقص الحال صافي ان شاء الله. ايث ما سويت ما نوضغو نكارو نتخرص النغ ان شاء الله تفتو غنغنفسو سخورا ونوم ونسيتي ان شاء الله تفتو غنستدف تضحاشت ذوطس نتمسرين اصبحا اكنيو ذي ثودري نوم اما لقينا غدي شان تخرص النغني أكر خارة يوذان إيشنان وك أذف نغيشنان طماث نغمار إيشنان جيخ كنو دير هنا